هنشتغل مع بعض ونشوف مقاديرنا مع بعض كده لعجينه السابليه اللي هيشتغل عليها كل الانواع بتاعه الطرد. وانت بتشتغل هنبتدي نقول بس التجميع بتاعتنا عباره عن نص كيلو زبده، ربع كيلو سكر بودره، 750 جرام دقيق، عليهم رشه فانيليا وبضايه. تمام مش كده؟ تمام تمام. بس هي دي طبعا عشان كميه صغيره هنعملها صغيره، مش لازم نضيف لها بيض. طيب يعني لو كميه كبيره نضيف لها طيب احنا بنقول مقاديرنا نص كيلو زبده، ربع كيلو سكر بودره، 750 جرام دقيق، فانيليا، ولو انتوا كميه كبيره بتعملوا لها بتحطوا لها بيض بضايه واحده. اما مقادير الكريمه هي ربع لتر حليب، عليهم 3 اصفر بيض، عليهم 100 جرام سكر خشن، عليهم 5 جرام فانيليا، 50 جرام نشا. طبعا بيستخدم للتزيين فراوله وتفاح وبلح. تمام. وممكن تحبوا لو انتوا حابين ايس كريم وقرفه او جيلي تلميه لو انتوا عايزين. تمام نبتدي نشتغل معاك. اول حاجه هنضيف الزبده، هنحط الزبده في العجان. زبده والمقدار ده نص كيلو زبده؟ لا هو ربع كيلو. انت عامل اقل، انت عامل اقل طبعا، مش كميه اقل. طيب احنا خلينا ماشيين على المقادير اللي احنا كاتبينها. هو هيبتدي بيحط الزبده الاول. تمام. هنضيف السكر، سكر البودره، نضيف السكر شويه شويه عشان بس لو ضفناه كله هيعمل فوم يعني. اه مش عايز، انت مش عايزه يعمل يزيد ويو. تمام ايوه شيل ايدك من فوق. ايوه انزل ايوه كده ابتدي بقى واحده واحده. كده انت عايزها على سرعه بطيئه؟ اه عامه العواجن في الخباز او في اي حاجه لازم تبقى السرعه بطيئه، عشان انا لو سرعت السرعه بتاعتها كده العجينه بتاعتي هتبقى تقيله. تمام نعمل الكريمه قبل ما دي تبتدي تلف شويه، ولا انت تمام بتنزل بالسكر؟ اه ندي في السكر كل مره واحده دلوقتي. كده بيحط زبده مع سكر ويسيبهم يتضربوا بالراحه عشان يبتدي يبقى ليهم قوام، وبعد كده يبتدي ينزل في الاخر بقى بالدقيق. تمام. طبعا الكريمه اللي هي هنا دي كريمه، تطور دي كريمه للحشو مش كده؟ اه كريمه للحشو. هي الكريمه الباستري بيبقى فيه كاسترد، يعني كريمه تبقى جاهزه، وفي كريمه احنا بنعملها. تمام. فاحنا هنعملها عشان يعني نعرف نعملها في البيت. تمام. نضيف ايه؟ هنضيف ده الشوكولاته اللي عندك ده، انا ممكن اقربه لك هنا عشان يفضل سايح. هنا اهو يبقى خلينا جنبي. هنضيف اللبن النوع. لبن. بنحط ربع لتر لبن. اه. نضيف السكر. عليهم 100 جرام سكر خشن. تمام. ممكن في نفس البوله برضو نكسر فيها البيض ونحط. تمام انت هنا هتكسر، بتاخد صفار ولا هتعمل كله؟ هناخد بيض كامل عشان هي كميه قليله اساسا. تمام. ايه الفرق بين تتحط بيضه كامله او تحط صفار؟ الفرق لو بيضه كامله بتبقى تقيله شويه. تمام. لكن لو ان هي اصفر بيض بتبقى سوفت شويه، بتاخد فتره طويله اول ما بتشد. تشد يعني هو البياض بيشد، تخليها تشد بسرعه. بيخليها تشد. تمام. هنضيف شويه فانيليا. ايوه. بس. والنشا. والنشا، ما النشا بقى تحط ايه؟ تحط النشا اهو. طبعا انت اللبن وبتبتدي تفضل تضرب فيه زي لغايه ما توصل بيه القوام اللي انت يبقى ناعم شويه. تمام. طبعا عجينه السابليه دي ستاندر انت بتشتغل بيها اي حاجه. اه دي اللي ماشيه دلوقتي اللي هي الفرنساوي، يعني اي حد يشتغل بيها. ممكن نطلع منها لو عملنا سابليه مثلا، عملنا بيه تارت وبقى معانا شويه، ممكن نعمل بيه كوكيز. تمام. ممكن اي حاجه الاطفال مثلا. طبعا انت هنا مسيح برضو معلقتين شوكولاته بيضه عشان ده للجرمش مش كده؟ اه للجرمش. تمام. انا كنت عايز اسالك على حاجه، انت المسابقات اللي دخلتها كلها حلو مش كده؟ اه حلو. جوه مصر وبره مصر. انا حصلت على جوائز كتير. انا حصلت على 3 في مصر في ارض الموارد، وفي الجمعيه، في جمعيه تانية بدون ذكر اسماء. في جمعيه الفرعونيه، في الجمعيه الفرعونيه. لا مش غير اسماء الجمعيات، يعني ما هياش دعايه ولا حاجه، يعني بالعكس حاجه حاجه كويسه ان احنا بنقول لكل الناس اللي هم بيشتغلوا على لسه عندهم مسابقه اليومين دول، فانا بحييهم يعني من ربنا يخليك. كده احنا ضفنا الزبده وضفنا السكر، الخليط كله متجانس مع بعضه. لسه الدقيق مش كده؟ هنضيف الدقيق بتاعنا. برضو الحاجه بتنزل عليها تدريجا. انا بس انا شايف انك انت في العجين بتاعك ما فيهوش سوائل. لا مش لازم، هي كميه صغيره الزبده عشان الكميه. طب انا دايما بتقول لي كميه صغيره كميه صغيره، هل انت لو بتبقى العجينه كميه كبيره بتبقى محتاج سوائل، ولا هي الفكره من لا هي هو الانجريدينتس المكونات بتاعتها هي كده اهو.
بس هي مثلا لو بنعمل مثلا كميه كبيره مثلا 2 كيلو او 3 كيلو بنضيف لهم بيضاوي بس عشان العجين يبقى سوفت شويه. تمام. اللبن ابتدى يسخن اهو كده، اللبن جاهز عندنا. طيب معانا تليفون استاذه مها من القاهره. ايوه الو شيف. يا اهلا بيك، ازيك يا استاذه؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله. معانا شيف مصطفى اهو منورنا وعامل لنا حلويات وطرطات وحاجات كتير قوي حلوه، ان شاء الله لما تخلص هتعجبك قوي. تمام معاك يا مصطفى. انا عايز اسال الشيف سؤال يعني. اتفضلي. الو. ايوه اتفضلي، سامعينك، اتفضلي. تمام. هو كنت بس عايز اسال الشيف على طريقه عمل التورته في البيت يعني، فكنت عايز تورته في البيت. ده انت داخله تقيل قوي، ده موضوع كبير قوي من اول الاسبونش وانت جايه يعني. اه تمام. ما طيب حاضر، عينينا حاضر، عينينا حاضر. ولا مكتب وراه. انت عايزاه عجين سكر ولا عايزاه كريم شانتيه؟ لا كريم شانتيه. حاضر اوكي تمام. احنا نعملها ونوصلها لغايه البيت يا فندم. ربنا يخليك. شكرا ليك. طبعا احنا هنتكلم، لو انت تقول لنا كده سريعا الاسبونش السهل لاي ست بيت. 8 بيضات. ايوه. 150 جرام سكر. تمام. هو في محسن ان هو الدونا جيلي دوت بنضيف له زي معلقه شاي كده دوت او معلقتين محسن. وبنضرب الخليط ده كله زي ما لغايه ما يعمل فوم معانا. تمام. وبعد كده بنضيف الدقيق 150 جرام دقيق مع شويه فانيليا بصل. تمام. دي سبونج الخليط. بيخش الفرن على درجه حراره كام؟ بيخش على 160 ثلث ساعه. تمام. بس 150 ثلث ساعه. ثلث ساعه. تمام. هنعمل عمليه مهيئه دلوقتي للاصفر بيض للبيض والنشا. مهيئه دي يا جماعه عشان يعني ما يبقاش ينزل ياخد يستوي البيض. فبيسخنه شويه عشان لما ينزل ما ياخدش الصدمه بتاعته. طيب عملنا الاسبونج، بعد كده بتعمل جواها الحشو. بنسوي الاسبونج بتاعنا. بعد ما يبرد بنجهز السيرب. السيرب عباره عن سكر وميه. سكر وميه. بنضيفهم مع بعض. وبعد كده بنفتح الاسبونج التورتايه على ثلاث رقات. تمام. وبعد كده بنحط القعده مثلا ونحط رق الاسبونج. تمام. اوكي. وبعد كده بنضرب الكريمه. الكريمه في كريمه اللي هي في نوعين كريمه، كريم باتسري او كريم شانتيه. هي كريمه شانتيه. كريمه شانتيه اللي هي دلوقتي شغاله دلوقتي في المنتجات بتاعتنا، لا كريمه الخفق اللي هي بتتضرب، وكريمة بتتضرب بلبن ولبن ساقع. لبن ساقع عشان ونضيف اللبن الساقع وشويه السكر، نلفهم لفه، وبعد كده بننزل بالكاستر. تمام. وبعد كده بنعلي المضرب بتاعنا، الويسك بتاعنا، وبعد كده هي بتتقل. تمام. احنا طبعا هنا احنا برضو عايزين نشوف وسع كده عشان برضو الكاميرا تبقى جايباها. احنا هنا زي ما انتم شايفين اللي كان محطوط في البوله هنا المكونات الجافه، النشا والبيض. هنا اللبن ده هو اللبن هنا سخنه بس، مفيش حاجه. تمام. هنا غير اللبن. تمام. وبينزل عليه تدريجة عشان ما يعملش صدمه للبيض فيمسك منه او يكلكع. هنضيف الخليط بتاعنا دلوقتي. تمام. ونفضل نقلب لغايه ما طبعا النشا بيربط معاك كده. ده يعني هو في 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 ريحه من الكاستر شويه. ما هو النشا مع الفانيليا بتدي التست وصفار البيض بيديك لون الكاستر. طب. تمام. عملنا الكريمه بتاعت الاسبونج وحطيناها مع الاسبونج وبعدين. تمام. وبعد كده بقى بنحشي التورتايه. في جناش او بنتحط هو في احنا ممكن يعني لو هي تورتايه مثلا فروت ممكن نديها فروستنج اللي هو الحشو من جوه، نضيف لها مثلا فواكه او فراوله مثلا، تفاح، لو بلاك فورست او بلاك تبقى شوكولاته، تبقى مكسرات شوكولاته. مكسرات الشوكولاته تاخد شوكولاته. احنا كده عندنا الكاستر الكريمه الباستري بتاعتنا جاهزه اهي. سيبها تبرد خالص. تهدى. تمام. طيب نركنها بقى على جنب ونبتدي نحضر شغلنا للعجينه عشان انا عايز الحق اخلص العجينه. تمام. تمام. احنا كده العجينه عندنا جاهزه. تمام. المفضل ان احنا ما نضربش في العجين كتير حتى لو هو ما تجانسش مع بعض. ايوه. ممكن احنا نقلبه بايدينا عشان انا عايز السابلي يطلع سوفت. تمام. مش عايزه يطلع ناشف شويه. طبعا انت الفكره في العجينه ان انت لازم يبقى العجينه انت ممكن تاخدها وتبتدي تعجن فيها بايديك، ده لازم. يعني سنه صغيره مش عايز اكمل الخفق فيها في المضرب عشان ما تبقاش ناشفه شويه. تمام. طبعا العجين لازم باليد عشان اعرف اتملك منه. انا عايزك كده وانت شغال في العجين وتحضر في العجين، انا عايز ابتدي احضر لك البلح وال. تمام. اوكي. ممكن نحط الطاستين التيفال على النار. احنا دلوقتي عملنا عجينه سابليه وهيورينا طبعا، بس احنا عايزين نحط دلوقتي حاجات سريعه عشان على النار. هنعمل التفاح هنكرمله، وهنعمل
التاني البلح. البلح تمام. طيب احنا معانا اهو الحاجات، نشوف بقى واحده واحده تنزل ايه. زبده هنا تمام، بقى خلي دي للبلح وخلي دي للتفاح. ماشي بس اهدا هي تنسيها بقى كده. كده كده الدنيا اهي، احنا بننزل زبده عايزينها قبل ما تلسع ننزل عليها بالحاجه. عندي في البلح هنا. ايوه هنضيف عندنا التفاح. تفاحك زي الفل تمام. ده بيتاخد شويه سوتيه كده مع الزبده بحيث انه يبقى يعني منطري يعني. هنضيف شويه قرفه. قرفه للاثنين؟ للاثنين. للاثنين، قرفه للبلح. بيدوا فليفرز حلو. طيب. التست بتاعهم كويس. كده احنا حطينا قرفه على البلح وقرفه على التفاح. تمام. التفاح هياخد شويه زبيب. شويه زبيب على التفاح. تمام. وعندنا البيتزا باي التارت برضه هياخد شويه مكسرات. مكسرات. بندق. بندق. اي حاجه مكسرات تبقى ايه؟ تبقى كريزمي شويه. يا شيفنا، شيف ممدوح ابو جاموس. ازيك يا شيف ايمن؟ ازيك يا شيفنا، عامل ايه يا حبيبي؟ وحشنا والله يا شيف ايمن. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ ربنا يخليك بخير. شيف ممدوح جامد، احلى بيتزا اكلتها كانت من شيف ممدوح. ميرسي جدا، ازيك يا شيف ايمن؟ ربنا يخليك. ممدوح حضرتك. شيف مصطفى معاك اهو، شيف مصطفى معاك ومنور النهارده، بيعمل لنا حلويات حلوه قوي. تمام. انا حبيت بس اعمل مداخله اشكر حضرتك واشكر فريق العمل كله على الاستضافه اللي حصلت معايا، وحبيت ان انا اشارك الشيف مصطفى اخويا وحبيبي. مصيره ان هو شيف كبير جدا حلواني، ويا رب تكون حلقه ممتعه جدا بالنسبه له. كنت حابب اساله سؤال بس. بساله لو اكد. عايز اعرف بس يعني ايه الفرق بين الكب كيك وبين المافن، وايه القوام المناسب للاثنين؟ اوكي ماشي. الفرق بين الكب كيك وايه تاني يا شيفنا؟ المافن. المافن؟ المافن. المافن ده حكايه. تمام، هنعرف الحكايه دي. انا كمان عايز اعرف معاك الفرق ده. تمام يا ريس. طيب ماشي يا شيفنا. ماشي جدا. شكرا حبيبي. احنا بعد ما لفيت الدنيا سوتيه شويه كده في البلح وبتاع، خدنا ناخد الفليفرز اللي حلو ده الريحه بتاعتها. طيب احنا العجينه، خلينا دلوقتي احنا كده احنا كده كده اوريدي احنا عملنا الكاستر على النار، احنا مجهزين شويه عشان يكونوا باردين. اللي احنا عملناهم دلوقتي احنا مجهزين شويه باردين لان لازم يتبرد شويه عشان نقدر نستخدمه. تمام. نركن الكاستر ونبتدي نمسك العجين بس نوريهم العجينه بتاعتنا اهي. العجينه قبل بعد ما اتعجنت على طول. تمام. دي دخلت الثلاجه. الثلاجه انت بتتكون بتفضل يعني بتتكور كده مع بعض. وبعد انت بتدخلها الثلاجه بعد ما بتلفها كويس. طبعا. وبعد كده بتخرج. نخلينا نشتغل على العجينه. وريها لي بقى. سيبنا خلينا بقى من دي وناخد العجينه اللي ايه. تمام. اللي هي متكونه. تمام دي كده اوريدي عندنا جاهزه. ايوه عايزين الفورمه بس نشتغل عليها عشان نشوف بس هنعمل ايه. طبعا هي الفورم بتاعت التارت او العجينه بتاعت السابليه شكل زي ما انتم عايزين، بس هو هيشتغلها كقطعه جاتوه يعني قطعه مش لازم تبقى صينيه كبيره. طبعا احنا عندنا في الرضا ممكن نشتغل بيها، نشيل البلانشا لو عايز. ممكن ما نشتغلش بيها، ممكن عندي طريقه سهله جدا عشان اي ست بيت ما عندهاش اللفه دي ممكن نعمل حاجه ثانيه. اول حاجه بنعفر الفرن دي عشان السابليه لما يخش الفرن ما يلزقش. تمام، يعني بنعفرها يعني بنحطها يعني بنحطش ما بيتحطش زيت او اي حاجه في الاول. لا دي بس. تمام. هو كده اوريدي السابليه واخد زبده. تمام. فاحنا بنعمل فاصل ما بين الفورمه وما بين السابليه عشان ما يلزقش. ده شيء جميل. كده احنا طبعا بعد تعفير القطع احنا بنوريكم بس الفكره هيتفرد ازاي. ايه اللي بيتحط ويخش الفرن وايه اللي ما بيتحطش وما بيخشش الفرن عشان نبقى فاهمين. تمام. هو السابليه بيخش الفرن بس في بيستوي عادي. بالنسبه للتارت الاستروبري السابليه بيستوي كله كامل. يعني انت بتسوي التارت كامل في الاول. تمام. لو الديتس باي او التارت بيخش الفرن. بيخش الفرن. تمام. بيكمل بيت الكراملاج بتاعه. حلو قوي. بس. نبتدي نشكل كده ونشوف السابليه بتاعنا. لو مش محتاج البلانشا نشيلها ونشتغل مكان البلانشا افضل يعني.
كده زي ما هو قال الحاجات اللي بتخش الفرن بالعجينه هي ان احنا بنكون عاملينها زي السوتيه كده زي البلح او التفاح. اللي ما ينفعش يخش الفرن هو الفراوله والموز، بس الموز ممكن يخش الفرن على فكره. اه ممكن ياخد يعني جرتين كده يعني لمعه كده من فوق بس، وعشان الموز بس فيه نسبه ميه. بالنسبه للفواكه ما ينفعش يخش الفرن عشان فيها نسبه ميه عاليه. ايوه ايوه 80% الياف و 30% و 20% اللي هي الميه. تمام. طبعا انت بتاخد القطعه على قد اهم حاجه انها ما تكونش تخينه وما تكونش لا لا لا. تمام كده القطعه دي مثلا. ايوه القطعه كده ندفن اهو ونعمل كده. هو قال لكم لو انتوا عايزين تعملوها تفردوها بالنشابه او المردانه ينفع تتفرد وبعد كده تتقص وتتاخد على قدها. ده لو انتوا مش عايزين تضغطوا وتوجعوا دماغكم. لو انتوا ما عندكوش لو ما عندكوش. بس على فكره في ناس بتعمل حاجه لطيفه جدا بازازه. ازازه ازاز ازازه ازاز مدوره وتتلف تدينا نفس التاثير يعني. تمام. طبعا انت فكره انك بتكل الزيادات هو بيزق من جوه لبره عشان دي حروف دي اول ما تخش الفرن اول حاجه هتستوي فهتتحرق عقبال ما تستوي. بالظبط. نبص كده على اللي هو خلصها. بصوا هو شال كل الحروف الزياده خلاها بقت شكلها يعني فعلا بقت قطعه نظيفه يعني قطعه ما فيهاش اي زيادات. تمام. ده المطلوب منها. ومرقرق من جوه لبره يعني. التكنيك بتاع انا وانت بتشتغل معلش انا وانت بتمسك كده انا عايزك ثبت ايدك والكاميرا هتجيب ايدك وانت بتشتغل بتفرد بصوابعك. تمام. ايدك اتجاهك كده اتجاهك الناحيه دي بس كده. ايوه وميل لقدام شويه ما. ايوه ايوه بيضغط من جوه لبره بحيث ان هو يرفع القاعده بتاعت السابليه. تمام. ويضغط كل الزيادات تطلع بره. الهدف برضو من ان احنا بنرفع السابليه عشان الحشو بتاعنا لما نحطه يبقى فيه كميه مش هنيجي. تمام. مثلا لو ما رفعناهوش هيطلع تخين يعني السمك بتاع السابليه هيطلع تخين. تمام كده لما انا هاجي اكل هاكل سابليه بس مش هاكل بالحشو بتاعه. انت لازم تشيله بشوكه ولا بتشيله بايدك او اي حاجه عشان يعني. الاولانيه كانت افضل يعني اي حاجه. طب معانا يا شيف اشرف. الو الو ايوه يا شيف اشرف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا فندم. ازيك عامل ايه اخبارك؟ الحمد لله يا فندم. شيف مصطفى معانا النهارده وعامل لنا طرت جامد جدا انواع مختلفه ان شاء الله يا رب كده يعجبكم. لو عايز تقول له حاجه هو معاك. لا ان شاء الله. ازيك يا شيف مصطفى؟ ازي حضرتك يا شيف؟ عامل ايه؟ الحمد لله والله يا فندم. نتمنى كده نلاقيك كمان في نجاح ونجاح على طول كده ان شاء الله باذن الله يا فندم. انت من الناس الكويسه والمكرمه. الحمد لله الله يخليك. مرسيل لذوق حضرتك ان شاء الله بتقدم حاجات حلوه ان شاء الله. مرسيل لذوق حضرتك جدا. شكرا شكرا يا شيف. في حاجات ينفع تشرحها لنا على الهواء ولا؟ ماشي اوكي لو حضرتك مفيش مشكله. لو في اي حاجه حضرتك عايز تحب ان انت تعرفها مفيش إيه؟ مشكله. لو حابب اي حاجه علي صوتك مستوى شويه. لو في حاجه حضرتك عايز تحب لو في حاجه حضرتك تحب ان انت تعرفها برده مفيش مشكله يعني اي مكونات. بس تشرح لنا طريقه عمل الشوكليت بودنج. اوكي ماشي مفيش مشكله. ما كده عندنا اسئله كتير. مفيش مفيش مشكله ماشي. ده حلقه لوحده ده. ماشي يا شيخ اشرف. شكرا يا شيخ اشرف. شكرا. عايزين نخلص بقى عشان نلحق لان وقتنا بيجري. تمام. فعايزين نشوف الدنيا هتبقى ايه. تمام كده السابليه بتاعنا جاهز. تمام. قبل ما ندخله الفرن هو المفروض يخش الثلاجه. قبل ما ندخله الفرن بنخرمه بشوكه. ليه؟ عشان لو دخلت الفرن كده هو هيعمل باف. تمام. هيعلى. تمام. فبنحاول ان احنا نخرمه شويه. بيهويله بحيث ان ما يبقاش ما ينتف ما يحصلوش هواء تحتيه. ما يدخلش هواء ما يكونش هواء تحت. تمام. بعد كده انت دول هتحشيهم. يعني في حاجات هتستوي وفي حاجات مش هتستوي. طبعا احنا محضرين قطع شويه. طيب احنا بقى عايزين نشوف الحشوات سريعا. تمام. دلوقتي انت هتحشي بالبلح وهتحشي بالتفاح. تمام. ناخد كده واحده واحده ونبتدي نشتغل وسريعا عشان عايزين نخلص لان لسه قدامنا الموز والفراوله. تمام. هنبتدي بالبلح. ممكن نودي الطبق هناك ونقرب عشان يبان. ده هات انت لا كده وقربني هنا. ايوه انت بتشتغل. هنحطهم في الطرد. احنا طبعا زي ما انتم شايفين الطرد بالبلح من اشهر الحاجات اللي بتتقدم. وده بعد ما بيطلع كمان لو خد كده صوص كراميل لو خد بولت ايس كريم فانيليا واو بيبقى حكايه. تيستو جامد قوي. خليها زي ما هي واعمل زيها تاني لو هتعمل واحده تانية بلح. تمام. انا كده جاهز اوريدي بالسبليت بتاعنا عشان طيب. تمام.
فممكن احنا ابتدي ماشي طلع لنا السابليه لو انت عايز. انت بعد ما تدخل دي طب احنا نعمل واحده تفاح برضو عشان نوريها للناس. اوكي مش. يلا نعمل واحده تفاح عشان نوريها للناس وهي بتشتغل. التفاح طبعا عشان متقطع قطع فهيبان برضو بنفس الطريقه ان هو يعني مش مرسوم, هيبقى مجرد بس عشوائي. طيب احنا كده شفنا الفكرتين دول بيخشوا الفرن بيقعدوا قد ايه؟ حوالي 12 دقيقة. حوالي 12 دقيقة طبعا احنا مجهزين. تمام. هو اول ما بيطلع بياخد اللي هو الكراش بتاعه كرامبل. طب احنا قبل الفاصل دخلنا الطرد في الفرن قعد قد ايه في الفرن؟ حوالي 10 دقائق 12 دقيقة بالكتير يعني. تمام. طبعا احنا مجهز برضو كام واحدة هم البلح زي ما هو زي ما انتم شايفين استوى من تحت السابليه. تمام. وده التفاح. وهنعمل ايه بعد كده بعد المرحله؟ احنا كده مجهزينه للتجهيز. تمام. احنا كده اوريدي عملنا التفاح. احنا عايزين نطلع عجينه السابليه الثانيه اللي هتشتغل عليها برضو عشان تبقى قدامنا. تمام. ممكن نطلعها الطبقين التانيين اللي هم بتوع الفراوله وبتوع الموز. ده سابليه دول احنا بقى العجينه من غير ما يبقى فيها حشوات. تمام. دي اللي خرجت من الفرن. تمام. نبتدي بقى يجهز للحشوات التانية. تمام. هنفرنش بس دول. نفرنش بس ده سابليه عادي بيستوي عادي وبيتعمل كده بيتكسر كده زي البسكوت. يعني سابليه زي اللي انتوا شايفينه ده السائل فاضي بس بعد كده بيتكسر. بيتحط من فوق التفاح. فوق التفاح. حاجة كرانشي كده شوية. بيتقدي برضو مع صوص كراميل ومع ايس كريم فانيليا او موكا. والتيست بتاعه حلو. طبعا احنا هنا ده لسه احنا بنجهز فهنشوف بقى ايه بعد ما تخلص خالص الطبق وبتقدمه شكله هيبقى شكله ايه. ده بالنسبه للتفاح بيتحط له السابليه اللي معمول كرانشي. تمام. البلح بقى بيتحط له ايه؟ هو البلح ما بياخدش مثلا هو شوكولاته مثلا ستيك او اي صوص كراميل. صوص كراميل مثلا. تمام. حلو قوي. وعشان بس تقيل شويه نخلي دول بقى على جنب ونبتدي نشتغل في اللي جاي. كده هنشتغل في الاستروبل تارت. تمام. اللي هو تارت الفراوله. نقدم دول بس كده شويه لان دول مش لسه للتقديم دول لسه التجهيز. لسه تجهيز. تمام. ده كده التارت الفراوله. ايوه. طبعا فكره انك انت يبقى معاك كيس حلواني انت عايز عشان تسهل على نفسك. كيس حلواني هو ممكن مثلا لو ما فيش مثلا ست بيت مثلا كيس حلواني ممكن تشتغل بشوكه مثلا. احنا ممكن نعمل حاجتين برضه. تمام. يعني مش هنشتغل بواحده بس. ده عشان يملى التارت بتاعه. تمام. او يملى الحشوه الاساسيه اللي بتتحط تحت الفراوله او تحت الموز. دي الكلمه الباستري اللي احنا عملناها مع بعض. ايوه. تمام. انت هنا الفكره كلها مش بيعملوا بيشكله هو عايز بس يملى حشوه صغيره بس عشان الفراوله لما احطها ما توقعش وفي نفس الوقت تدي تيست اللي هيجي ياكلها ما ياكلش مثلا سابليه وفراوله بس. ايوه. بتبقى كمان بتطري على فكره بتطري. البسكوته بتبقى قطعه السابليه بتبقى محتاج. تمام. هنا الكيس مجرد بس عشان يعني يسهل عليه انه ما يحطش كتير ما يحطش بالمعلقه كتير. تمام. هو ممكن برضه لو ست البيت مثلا ما عندهاش كيس ممكن حته سابليه حته كريم وتعمل كده تبقى برضه هو الاسهل طبعا في الامر. خلينا انت هتعمل التانيين برضه عشان بالمره. يلا نعملهم مره واحده عشان نخلص. الموز برضه. نفس الفكره. الحاجات اللي هي بتتعمل في تعتبر انا بسميها بقول عليها على البارد يعني هو بيطلع بس مجرد البسكوته بتاعت السابليه بتطلع. تمام. وده بيبقى بارد لكن اللي دخل الفرن قدامكم التفاح وتحط له السابليه الكرانشي. تمام. والطارت البلح اللي هو جاهز كده مش محتاج اي حاجه غير ان هو لو تحط له حتى بوله ايس كريم او تحط له صوص كراميل. هنفنش مع بعض الاستروبري تارت اللي هو طارت الفراوله. ايوه. طبعا هو التكنيك اهم حاجه فيه هو فكره حاجتين الكريمه والعجينه. تمام. دول اهم حاجتين في الطرد. اهم حاجه ان احنا قلنا العجين ما نعجنش فيه جامد عشان يطلع ان هو ايه سوفت. طيب تمام. احنا عايزين نلحق جدا سريعا لان وقتنا جري. تمام. تفضل خمس دقائق عايزين نلحق نظبط الدنيا عشان تبقى النهايه بتاعتك شكلها كويس ان شاء الله. الكاميرا معانا هنا يا جماعه فراوله. طبعا الذوق هنا الفاينل هو المهم. انتوا هنا بتتفرجوا على حد محترف فبالتالي لازم تتفرجوا هو عامل ايه. مش مجرد حاطط فراوله وخلاص ومش اي قطعه فراوله او مش متقطعه ازاي. تمام. عشان تطلع شكل المنتج في النهايه زي قطعه الجاتوه اللي بتاكلوها بره.
طبعا هنا يفضل لو انتم حابين تطولوا الفتره تدينوا جيني تلميع. جيني تلميع في الاخر. تمام. برضه عندنا هات فراوله. طبعا فاكهه الفراوله من اكتر الحاجات اللي... طب بصوا هيعمل كذا شكل اهو. هنا مش كذا مش نفس الشكل. دي لو ست البيت مثلا عايزه تعملها هي مش عارفه مثلا تعمل دي ممكن تعمل دي. عمليه سهله شويه. طبعا هي الفكره كلها انك تحط فراوله بس فعلا معلقه الكريمه دي بتدي تيست جامد تيست عالي وبتخلي فعلا. الموضوع طعمه مختلف. جميل. انا الكريمه دي انا بحبها جدا صح. في الاكلير وبحبها في الاكلير وفي الشوكر وفي الملفي وبحبها في الطارت صح. في ناس بتحشي الاكلير كريم شانتي. كريم شانتي بس انا ما بحبوش بكريم شانتي. كريمه باستري هي معموله للاكلير والشول الكلام ده كده. احنا ده بالنسبه له كده خلص الفراوله اهو. في حاجه بتحط على الفراوله من فوق مش جيلي تلميع. جيلي تلميع والجارنيش بتاعه تمام. جيلي تلميع موجود في اي سوبر ماركت تمام او منتجات حلواني. انت هتعمل الموز دلوقتي لو مثلا ما عندناش مثلا جيلي تلميع ممكن نجيب شويه عسل ندفيهم على النار مع شويه ميه خفيف كده بس عسل حلو ده زي السيرب بتاع هيبقى صوص خفيف كنافة. منه يدي طعم طبعا يلمع ومنه في نفس الوقت يسكر الفراوله المززه شويه تمام حلو قوي جميل. نروح للموز هنروح للموز قبل ما تجرنش بقى اطباقك وتقدمها في الاخر احنا عايزين فاضل لنا كده 4 دقايق اوكي. انت الموز هيتقطع سلايز ولا هيتعمل ازاي؟ ممكن يتقطع مثلا بيضاوي او ممكن يتقطع كريات يعني. يلا عشان احنا الوقت عندنا عندنا فاصل يا جماعه ولا ايه عندنا؟ طيب احنا دلوقتي قطعنا الموز حطينا على التارت تمام. وقال لي ممكن نعمل الموز سوتيه لو حابين نعمله سوتيه زيه زي التفاح تمام. وممكن ندخله الفرن ياخد كده لسعه خفيفه تمام. برضو هيبقى لطيف مش وحش تمام. وممكن يبقى فريش لو انتوا عايزين وده برضو وارد واحنا هنعمله فريش. يلا نكمل التارت عشان نحطه ونبتدي جارنيش اطباقك الاخرين نفنش بقى تمام. طبعا شايفين كده مقدم لنا هم التلات اطباق ده لسه هيعمل بس فاينل تاتش بقى فاينل تاتش الحلواني الايه المحترف بس يا رب الله يخليك. طبعا عايز اسالك على حاجه انتوا فكره المسابقه بتخش بتبقى وقت وتست وشكل طبق في حضرتك في نوعين من المسابقه في اللي هو اللايف كوكينج اللي انا بشتغل قدام بشتغل قدام الجمهور والحكام مثلا تمام. وفي اللي هي الصالون ان انا مثلا بعمل طره 3 دي كب كيكس اي حاجه وتوريها لهم يتفرجوا عليها وتشرحها واشرحها مثلا اكتب الانجريدينز بتاعها واشرحها وبعد كده هما بيدوني الايه التقييم بتاع تمام. بس طيب هنجيب بس شويه مكسرات هنا مكسرات تتحط على الموز على الموز تمام عشان يبقى عندنا برضه فرايت كده شويه حلو قوي. طبعا احنا ممكن نديها شويه سكر عادي او براون شوجر ندخلها الفرن تاخد كارملايز بس احنا عندنا العسل هنضيف بس سنه بسيطه تمام. وبعد طبعا هنفنش بقى الفينش بتاعنا. طبعا احنا كنا واحنا شغال وانت بتفنش كده برضو تمام. ده العسل برضو اللي قال لكم عليه السيرب الخفيف ايوه اهو لاحظوا ان هو بيشتغل في طبق وبعد كده بيرفع بعد كده يحط في طبق التقديم تمام. دي مهمه جدا تتعلموا على الحكايه دي ان هي مش نفس الطبق اللي هتقدمه فيه هو اللي اشتغلوا عليه عشان بيبقى الطبق محتاج هتلاقوا بعد ما تشوفوا الطبق هتلاقوا في حاجات كتير بتقع حاجات يعني فلازم يبقى الطبق شكله النهائي طبق نظيف فل يعني تمام. كده احنا عايزين نخلص الاربع الاطباق سريعا عشان وقتنا كنت طبعا كان في ناس سالت على المافن وال ده قرفه قرفه بس تيجي حاجه جارنش للطبق بس كده بس تمام. ده خلاص تمام الموز خلاص طيب ادوني انا احطه هنا اول حاجه ويبقى اولكشي وعايزين نفنش الحاجات الثانيه تمام. شيف ممدوح كان سالنا على الفرق بين المافن والكيك انت هتجيب حاجه من الفريزر صح جيب الجارنش بتاعي تمام. طبعا الفرق بين المافن والكيك الشيف هيقول لنا دلوقتي ايه الفرق بين المافن والكيك وطبعا المافن من الحاجات المحببه جدا اللي بتتسوى لما فيش يعني ما بتاخدش وقت تمام. احنا عندنا المافن بيبقى تقيل شويه عشان بياخد نسبه زبده كتير ايوه. الكب كيك بياخد زيت وعسل وبياخد ميه دافيه تمام عشان كده بيطلع سوفت ايوه
بس فهو الكب كيك بيبقى خفيف عشان كده، يا اما المافن بيبقى تقيل عشان نسبه الزبده فيه عاليه. طيب انت هنا حاطط شوكولاته بيضاء عاملها عامل لها طيب احنا عايزين عشان وقتنا خلص تمام لازم نقدم سريعا ان احنا خلصنا تمام. ده هنا عامل اشكال من الشوكولاته البيضاء، على فكره الاشكال دي ما خدتش ثواني، اللي هي مجرد بس بمعلقه كده ومعلقه تمام كده خلصت. قدمها هتعمل حاجه في البلح. طب يلا سريعا انا خلصت ورقتي خلص تمام. نفس الفكره برضو هنا في البلح، حاجات بس مجرد شكل بس بتخلي عين المشاهد او عين اللي بياكل يقول يلا نشتري او اخد القطعه دي عشان القطعه دي احلى من القطعه دي. تمام طيب تمام كده احنا خلصنا تمام. بشكرك شيف مصطفى.